لكل موقع بيع يوجد حسناته وسيئاته الخاصة، تماما مثل أي طريقة بيع أو مجال. لا يوجد مجال كامل. ابقوا معي للدقيقة الأخيرة لهذه الفيديو لتتعرف على حسنات وسيئات موقع إتسي، ولتعرف إذا حقا الموقع ملائم لفكرتك أو عملك. مرحبا، أنا رضا عازم، خبير في مجال التجارة الإلكترونية. في السنين الأخيرة موقع إتسي حقق نجاحات كبيرة في مجال التجارة الإلكترونية، ويعرف بالموقع الأول عالميا ببيع منتجات أشغال يدوية أو مخصصة. وهذه هي إحدى حسنات الموقع. الموقع يحتوي على أكبر كمية مشترين في العالم لمحبي الأشغال اليدوية، الفن أو المنتجات المخصصة. إذا أنت فنان أو لديك متجر لبيع منتجات مصنوعة يدويا، إذا موقع إتسي هو الموقع الأمثل لبيع منتجاتك وكسب المال. العامل الإيجابي الثاني هو أدوات التحليل على الموقع. موقع إتسي يحتوي على عدة أدوات تحليل تساعد التاجر تحليل أداء البيع وأداء صفحات المبيعات من جميع النواحي. هذا يساعد التاجر لتحسين متجره ومراقبة أداء المتجر بسهولة. عند إنشاء متجرك الخاص لديك الرابط ستاتوس لمراقبة نسبة النقر على صفحات مبيعاتك وأداء المبيعات بالأعداد والمبالغ. أيضا من خلال الرابط سيرش أناليتكس يمكنك دراسة أكثر المصطلحات التي تجلب لك حركة على متجرك، ويمكنك استعمالها على صفحات المبيعات إذا هي غير موجودة هناك أو غير معرفة. العامل الإيجابي الثالث الرسوم المنخفضة مقارنة بالمنصات الأخرى. إتسي يستقطع 5% من المبيعات و20 سنت لكل صفحة نعلنها على الموقع. مقارنة بالمواقع الأخرى، الرسوم على موقع إتسي منخفضة. رسوم البيع على موقع إيباي هي 10%، وموقع أمازون تصل إلى 15%. الرسوم المنخفضة تعطينا الفرصة لنسبة ربح عالية على الموقع. العامل الإيجابي الرابع سهولة العمل على الموقع وبدء العمل مباشرة. موقع إتسي صمم الموقع والمتاجر بطريقة مريحة جدا ليتيح الإمكانية لأي شخص العمل على الموقع بسهولة وضمان نجاح مشروعه، من إعلان صفحة المبيعات للمنتج لإنشاء المتجر، معالجة المبيعات والتواصل مع المشترين. جميع هذه العمليات تتم بسهولة على موقع إتسي. العامل الخامس إمكانية ربط المتجر بمنصات التواصل الاجتماعي لتسويق المنتج خارج موقع إتسي وجلب الحركة للمتجر، على عكس منصات التجارة الأخرى التي لا تسمح بتعريف أي إمكانيات تواصل على المتجر مثل إيباي أو أمازون. أما بخصوص السلبيات على موقع إتسي، أولا قوانين الموقع. موقع إتسي لا يسمح ببيع منتجات لماركات عالمية معروفة. الموقع مخصص فقط لمنتجات أشغال يدوية. أي شخص يحاول بيع منتجات لماركة معروفة أو منتجات من مواقع أخرى أي دروب شيبينج، موقع إتسي سيعلق حسابه في الحال، وموقع إتسي غير ملائم لجميع التجار، وهذا لقد تعلمنا عنه من قبل. ثانيا متابعة مستمرة للمنافسين. يوجد على موقع إتسي الكثير من التجار مما أدى لشدة المنافسة، وليميز التاجر نفسه عن المنافس ومضطر لمراقبة المنافسين باستمرار وتجديد منتجاته باستمرار ومعرفة أذواق المشترين المتغيرة باستمرار. الأشغال اليدوية تتغير تصميمها كل فترة، لذلك علينا الانتباه للمنافسين. ثالثا بند وصف المنتج على صفحة المبيعات على موقع إتسي هو بسيط جدا، ولا يمكننا تعريف صور أو نصممه كما نريد. أيضا على المشترين الضغط على read more لقراءة الوصف بالكامل إذا كانوا يتصفحون من الهاتف أو حتى من الحاسوب. لذلك علينا بالاستثمار في الفقرة الأولى من الوصف لكي نلفت انتباه المشترين. من تجربتي على موقع إتسي ومرافقتي لعدة تجار على الموقع،
موقع إتسي موقع ممتاز لكل مبادر يبحث عن مشروع في عالم الأشغال اليدوية، ولديه المهنية والموهبة بصناعة منتجات فريدة ومميزة. الموقع لا يلائم تجار الدروب شيبينج أو مصانع لماركات معروفة. فلكل من يريد بدء البيع على الموقع أنصحه التسجيل وبدء العمل مباشرة. تكلفة إنشاء المتجر بسيطة جدا، وإمكانيات الربح هي لا نهائية على موقع إتسي. لا تنسوا الاشتراك بقناة الأكاديمية لمتابعة آخر الأخبار بمجال التجارة الإلكترونية، والضغط لايك على الفيديو. بالنجاح للجميع.